حبيبتي في ايه؟ يا مامي انا تعبانه ودايخه وبطني بتوجعني. يا حبيبتي دي من قله التغذيه، انت مش بقالك اسبوع ما بتاكليش لحمه؟ لا انا بطني بتوجعني ودايخه ونفسي غم عليا. ايه بتقولي ايه يا مامي؟ بقولك بطني بتوجعني ودايخه ونفسي غم عليا. بطنك بتوجعك ودايخه ونفسي غم عليكي؟ ايوه. يعني حاسه بايه بالظبط؟ بصي يا مامي، انا عاده يعني ببقى على درايه كامله بالاوجاع اللي بتهاجم جسمي، بس المره دي اختلفت مع نفسي. ازاي يعني؟ مش عارف انا افتكرت اصلي ان بطني بتوجعني من اللحمه اللي اتغديت بيها انا وعادل بره البيت امبارح، وبعدين قلت لا، احتمال كبير قوي تكون من الكباب اللي اتعشينا بيه انا وعادل امبارح، او بقى من سندوتشات اللحمه اللي اكيد حضرتك فطرتي بيها النهارده وبتقولي انك ما بتاكليش لحمه. لا دي كانت كويسه. طيب في ريحه معينه كده انت ما بتطيقيهاش؟ ريحه عادل مش طايقاها. طب والبيت؟ مش طايقاه يا مامي ومخنوقه منه هفطس. طيب ما نفسكيش كده في اكله معينه كده، حاجه حرشه؟ لحمه. طب ده بقى يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ جعانه؟ لا يا حبيبتي بقولك ايه بقى، الموضوع ده لازم يفضل سر. ها ده داري على شمعتك تقيد، الموضوع ده بالذات مش لازم تتكلمي مع حد فيه خالص. يعني يا مامي سر ايه؟ الامساك؟ امساك ايه يا حبيبتي؟ انت ح ح ح ح ح ح ايه كنت هتقولي يا مجيده دلوقتي؟ انا كنت بقولها يعني ان انا حاسه انها تعبانه، علشان كنت فاكره انها اكلت اللحمه اللي انت كنت شايلاها في الثلاجه، يعني عشان كده انا كنت بأنبها. بحسب كويس ان هي اكلتها، انا من الاول شاكه ان اللحمه دي لحمه حمير وكنت قلقانه اكلها، فظني طلع في محله. يا خفيفه مش فاهمه يعني، بس المهم الموضوع ده هيبقى سر. انت سامعه ولا مش سامعه؟ انت حامل. مجيده كنت عارفه انك كذابه من الاول. كذابه انت حامل؟ ما اعرفش. بلاش الاسلوب الواطي ده معايا، انت حامل ولا مش حامل؟ انت مالك؟ انت دخلي في شؤونها ليه؟ ايه اللي انا اتدخل ده؟ مفيش سر في البيت ده يستخبى عليا. ولا انا مالي صحيح؟ انا مالي؟ انتوا احرار. انا ماليش دعوه، ولعوا بعضيكم. سلام. بالنسبة لفكرة ان الموضوع ده يبقى سر بينا، قائمة ولا يعني ايه بالظبط؟ طبعا قائمة. اوعي تقولي لحد في البيت، ده مفتريين ويقولوا اللي بقى. ايه ده؟ مش زعلانين سناء ليه؟ بتقولي انت مالك يا ماما؟ ايه ده؟ محدش ابدا يقول لسناء كده يا جامي. انت بصي، مفيش حاجة في البيت ده تستخبى على بنتي ابدا. وهو في حاجة بتستخبى في البيت ده اصلا؟ هو في حد قادر ينطق في البيت المدهول ده؟ خلاص مش عاجبك هوينا، قاعدين على قلبنا لا شغله ولا مشغله، ما تعملوا بلقمكوا. ربنا يخليكي ليا يا ماما يا رافعه راسي، من غيرك كانوا زمانهم زلوني، بيعايروني يا ماما بيعايروني عشان انا مش بخلف. عايزه ارجع. ايه ده؟ عايزه ترجعي ليه؟ عشان هي حامل يا ماما. لا 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 لا، اقعدي استريحي يا اختي، اقعدي. مش قادره. بس معلش يا حبيبتي، من هنا ورايح كلنا هنخدمك، هنشيلك على كفوف الراحه. لا يا طنط، لا ما ينفعش، البيت وسخ جدا لازم ينضف، والمواعين والاكوام اكوام 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 في الحوض لازم حد يغسلها فورا. ريحي ولا يهمك. بنت يا سناء. نعم يا ماما. روحي نظفي البيت واغسلي الطباق. انا يا ماما؟ ايوه انت، ولا كلمه وما تعمليش دوشه، عاوزين نريح رانيا خالص. يلا مستنية. يا ماما امشي، هتبقي حامل في ولد. يا سلام، وعرفتي منين بقى انه ولد؟ انا فاهمه وهي طايره من فروه شعر ياسمين وانا بسرحها. ايه الكلام البلديون اللي بتقوليه دوت، والجهل والخرافات دي؟ خرافات وجهل واللي انت قلتي عليه ده، بكره تقولي انعام قالت. سلام عليكم. ايه صوت الزغاريت الجميله دي؟ مين هيمشي نووي يفضلنا بقى مكان؟ انا خلاص نويت ان انا ان شاء الله اعمل هوم سينما. لا يا عادل، من هنا ورايح مفيش سينما، كل قرش توفره علشان الضيف اللي جاي. ايه ده، وفي حد هيجي غير اللي عندنا اصلا يعني ولا ايه؟ يا حبيبي الف الف مبروك، مراتك حامل. ايه يا مجيده، كنت عاوز انا اللي اقوله الاول.
الهوم سينما ده بقى اللي هو تبقى كده فاضيه كده، واحنا نجيب بقى شاشه اللي هي بلازما او ال سي دي كده اهو اللي هي كبيره ومعاها سماعات بقى اللي هي سراوند، والواحد يبقى قاعد في وسط مين اللي حامل؟ مراتك يا حبيبي حامل. مبروك يا حبيبي، يتربى في عزك يا قلبي. اه لا، ما دام مش هيتربى في البيت ده يبقى خلاص بقى. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش بتقوله هيتربى في ملجأ باين؟ ملجأ ايه يا حبيبي؟ يتربى في عزك، عزك في ايه يا عادل؟ انا ليه كده حاسه في صوتك بنبره سخريه مخلوطه بالاسف الشديد؟ زي ما انا حاسس في صوتك بنبره استعباط مخلوطه بنبره هبل يا هان. احنا مش متفقين ان احنا ننظم؟ ننظم ايه يا عم انت؟ هو احنا عندنا غير بنت مسكينه وحيده ياسمين محشوره جوه في الاوضه؟ طيب ما ده احنا طول الوقت بندعي ربنا ان احنا نلاقي لها سرير فاضي تنام عليه، جايه دلوقتي عايزه تخلفي. يا نهار اسوه، تخلفي ايه يعني؟ انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ وحضرتك احنا وفرنا حتتين لحمه امبارح بالعافيه لما مامتك ما كانتش موجوده في البيت، لكن ما اقدرش اوعدك ان حتتين اللحمه دول هيتوفروا كل يوم. يا عادل، الولد بينزل برزقه. ينزل برزقه ايه بس يا ماما؟ يعني هيبقى الولد لسه مولود والدكتور بيضربه على ظهره يقوم منزل شيك من بقه؟ انت رايح فين انت؟ رايح بقى اشتغل. ما انا خلاص بعد كده مفيش وقعات في البيت، هشتغل عشان اوفر الاكل والشرب والبامبرز داخل المدارس، وغير بقى يا الدكاتره وال ده انا مجرد ان انا افتكرت دخت بالكل هيموت من الفرحه. ألف مبروك يا دولا، ألف مبروك، والله فرحت لك من قلبي. يا أخيراً هتبقى أب. أخيراً هبقى أي؟ أمال ياسمين دي تبقى بنت خالتي يعني؟ دولا إيه أنت شكلك كده مقريف ومش لامح خالص في مظاهرك ابتسامات ولا أي حاجة، في إيه؟ أنا رمزي أصلاً ما كنتش عايز أخلف دلوقتي خالص. ليه يا دولا؟ هو أنت اللي هتخلف دي مراتك. أنت مخزن غباوة يالا. الله يخليك يا دولا. انا قد ما كنتش عايز اخلف دلوقتي، انا كفايه المسؤوليه اللي عندي، عندي في البيت ست ستات وانت عندي هنا في البازار، دي كلها مصاريف. انا كنت مستني واحده منهم بس تخرج من البيت وبعد كده افكر في حكايه الخلفه. ليه بس يا دولا؟ ده العيال دول هم تعزوا يا دولا وهيملوا عليك البيت وهيفرحوك يا دولا. يعني انت مثلا لما تيجي تعجز ولا تكحكح مين هيشيلك غير عيالك؟ بس إيه؟ لقيتها يالا، لقيتها خلاص. كده الحمد لله اتحلت، ما بقتش فيه مشكله. انا ان شاء الله اول ما اخلف النونو ده هستغنى عنك خالص يالا، هرفدك خلاص. لا وانت هترضى دول هتشردني كده وان في الشوارع كده اهو زي اولاد الشوارع؟ لا يا عم انت وبعدين ابنك يعني لما يجي يتخرج للدنيا مش هيلاقي ابن عم ابوه؟ معقول ابن عم ابوه يعني؟ دي حاجه مش مهمه خالص. وبعدين حط نفسك مكاني يا رمزي، يعني يبقى ابن عمي ولا ابني؟ ابني يا ابني الضنا غالي طبعا. ايوه دوله، بس برضو يعني المثل بيقول لك ايه، انا وابن عمي على الغريب. وبعدين ابنك ده ابنك اه بس لسه يعني لسه مش منسوب الهويه فيبقى غريب. يا رمزي حط نفسك مكاني، انت تكلفتك عاليه يا ابني. ايوه دوله انا عارف ان انا تكلفتي عاليه، بس انت ممكن تلاقي ناس كتير قوي ارخص مني، بس الغالي ثمنه فيها دوله. وعلى فكره بقى انت لازم يعني يعني تستخدمني ان انا استثمار. يعني خليك عندي هنا في البازار وبعد كده ابيعك بسعر عالي، ولا استنى عليك بقى لغايه اما تقدم زي الاثار كده هو ابيعك بقى بارقام خياليه؟ الاثنين يا دوله. لا لا لا، انت محتاج عشان تبقى اثار يعني محتاج مئات السنين. هيمر هوا. لا رمزي انا وصلت لحل كويس والحمد لله ربنا كرمني بيه، انا هستغنى عنك اول ما النونو ده يجي. لا النونو يا انت يا رمزي. ماشي يا دولا، انت بقى كده هو انت اللي غلطت، علشان انا هحط النونو بتاعك ده هو في دماغي من جوه، وانت عارف لما بحط البني ادم في دماغي ايه اللي بيحصل. دماغ مين يا ادي اللي تحط فيها يا ابني؟ في ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت دماغك فاضيه اصلا؟ ولا قوم روح نظف الشارع قدام البازار، الشارع كله اجري. ماشي ماشي ماشي. يا رانيا، في ايه يا رانيا؟ لو سمحت، لو سمحت مش عايزه اتكلم معاك عشان انت السبب في دموعي دي كلها. الهرمونات اشتغلت بقى. طب يا رانيا بلاش نتكلم، حاضر. وده شيء متوقع طبعا منك، لانك ما عندكش استعداد انك تطيب خاطري على اساس ان انا ما اسويش عندك بصله. خلاص يا رامي تعالي نتكلم. مفيش اي كلام ممكن تقوله يا عادل هيمحي سنتي واحد من جراحي
هو هينشف دموعي المبللة على خدودي. لا ما دام وصلت لدموعك المبللة على خدودك، انا متهيألي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنشفها بقى يا رانيا انك انت تقفي في الشمس، الشمس بتنشف على طول الخدود المبللة دي. بس استني بقى للصبح، يلا تصبح على خير. خسارة خسارة يا ربي خسارة، وانا اللي كنت فاكرة ان دموعي هتحرك مشاعرك، لكن الواضح ان انا براهن على الاستحالي. لا ما دام وصلنا للاستحالي يبقى تعالي بقى قولي لي ايه اللي مزعلك كتير. ومنين اجيب كلام للناس يقولوه؟ يا احنا هنقضي الليل كله بقى في نجيب سرور ولا ايه؟ انا عايز اعرف حاجه، انت ازاي تعمل في الموقف ده؟ موقف ايه يا هانم؟ موقف ايه؟ ده انا اللي اساسا متضايق. افندم؟ اه طبعا، احنا مش متفقين ان احنا هنأجل موضوع الخلفه دي لغايه ما ظروفي تتحسن؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني احنا عمرنا ما هنخلف تاني؟ يعني انا عمري ما هسمع كلمة ماما وهتحرم منها وانا صغيرة شبابي. يا نهار اسمح يا رأي، هو انت ما بتحتكيش بياسمين بنتنا خالص ولا ايه؟ ياسمين بنتي حبيبتي عادي، انا ما اقدرش استغنى عنها، بس انا برضو كل ما اشوف ياسمين احلم ان انا يبقى عندي بيبي صغير نونو، بيحبي بيضحك بيكسر بيعمل اي حاجة نفسه فيها. ايوه يا حبيبتي، ما احنا كل ده مرينا بيه مع ياسمين، وعندنا شرايط فيديو مصورينها طول الوقت، احنا نتفرج على الشرايط زي ما انت عايزه، اي حاجه فيها عياط نجريها، اي حاجه فيها بتحمي بتلعب بتكسر نبطئها ونقعد نتفرج براحتنا عادي. يا عادل يا عادل، انا نفسي في نونو صغنطط كده حبيبي، انا بيه هشتكوا ادلع نونو نونو. بلاش بلاش كل ده، انقله يا اخي معلوماتي عن الحياه عن المجتمع عن الثقافه. اقول له تقولي له يا عيني يا نونو هيستحمل ايه؟ بقولك ايه، انت ما نفسكش بيبي صغنطط؟ يعني انت عايزه الحق ولا ابن عمه؟ لا الحق. الحق؟ لا مش نفسي. بقولك ايه يا عادل، انا ما عنديش استعداد اجيب اللي في بطني ده وانت واخد منه موقف حيادي. انا يا ماما مش واخد موقف حيادي، انا واخد موقف عدائي. انا بغض النظر عادل، احنا داخلين على ايام سودة، انا محتاجه ان انت تقف جنبي وتدعمني نفسيا. ايوه ما انا لازم ابقى مستقر نفسيا عشان اعرف ادعمك نفسيا. ما ينفعش، تعالى معايا. اجي معاك فين؟ تعالى بس يا عادل اقول لك حاجه، انت لازم تخش في المود شويه. اخش في المود نعمل ايه؟ يعني اصحي ياسمين بنتنا عشان اغير لها؟ تعالى بس. حاضر يا ستي حاضر، نوم نشوف اخرتها. شايف الحلاوه والجمال؟ دي هدوم ياسمين وهي صغيره، طنط انعام طلعتها من تحت السرير عندنا. شايف يا عادل؟ شايف حلوه ازاي؟ تجنن مش كده؟ طب ما تدوري كده شوفي وحدتين بامبرز ولا حاجه نوفر شويه عشان المولود الجديد. بصي يا عادل، المره دي مراتك هتخلف ولد، لازم تسميه على اسم ابويا الله يرحمه، والا هتخسرني، مش زي المره اللي فاتت تسمي ياسمين وما تسميهاش على اسم امي الله يرحمها. يا ماما يعني امك الله يرحمها ازاي اسمي بنتي على اسمها؟ لواحظ وانا ابو لواحظ ودي ام لواحظ ازاي يعني يا ماما؟ ومالها بقى لواحظ ان شاء الله؟ ولا اي حاجه يا طنط، هو بس اسم بلا هدف بلا دلاله. طب واسم جدك؟ عتريس. ماله عتريس كمان؟ مالوش يا ماما، بس هو يعني اصله اسمه منتشر قوي اليومين دول. لا لا بقول لكم ايه بقى، انا ابن بنتي هيتسمى على اسم اخويا، فاكر؟ ها وبعدين احنا متفقين على كده من الاول. يا حماتي فاكر ايه؟ اسمي ابني فاكر؟ معقوله يعني اعذب الواد وهو داخل المدرسه؟ يعني بعد كده اي حد يقول له ايه مثلا وهو داخل مساء الخير فاكر عادل يقول لا مش فاكر ويضايقه؟ ليه ليه انت بتقولي على اسم خالي؟ انا اسمه على خالك اللي اسمه ريحان. ما انا ما اقولش ان احنا هنسمي ابننا ريحان. ليه ان شاء الله؟ ايوه ماما يعني يبقى اسمه ريحان عادل، تحس كده انه مش اسم ولد صغير، تحس انه اسم شجره. جبتي الحاجات كلها؟ ايوه يا ماما، وتعبت جدا، اتهد حيلي. وانا جايه كمان قطع الخضري، جبت لك جزر وكوسه وبطاطس وطماطم عشان حبيبه قلبي تيجي تتعشى. كويس قوي. ماما عايزه مني حاجه قبل ما انام، انا تهدي حيلي النهارده، تحب الم لك الجزم بتاعه البيت كلها المعها لك وش وظهر؟ لا خلي الجزم لبكره، دلوقتي خشي على الحوض اغسلي الكوبايات كلها. يا ماما يلا. ماما مالك ياسمين؟ في ايه؟ خالته نجلاء بتقول ان انت هتجيبي بيبي وترميني
وهتحبي اكتر مني. صالك يا نجلاء. ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه اللي اختك بتقوله ده؟ تعالي يا ياسمين تعالي. بصي يا حبيبتي، مفيش حد نقدر نحبه اكتر مني خالص. البنت بنت والولد ولد. يعني البنت عندها اللعب بتاعتها الرقيقه اللي بتقعد تلعب بيها، الولد بقى عنده لعب تانية خالص، يبقى عنده مسدس، يبقى عنده كوره، او مثلا ممكن يتفرج معايا على الماتشات. ونقعد. بس انت برضه بنوتتنا الجميله، استحاله نحبه يعني اكتر منك. معقوله؟ معقوله يا ياسمينه؟ احلى بنوته في الدنيا. بوسه لبابا. ولا رمزي، تعال 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 هنا. انت بتسرق الخواجات يالا ولا ايه؟ ما لسه ما فيش خواجات ادوله. مش في خواجه هيشتريه، يبقى انت بتسرقه يخرب. اقعد، عايزك في حاجه مهمه جدا. قول يا دوله. خير؟ ها دوله ايه؟ ايوه دوله، عايز تقول ايه؟ انت مش فاهم يالا. مع السلامه يا رمزي. يا راجل انت مسافر ولا ايه؟ يخرب بيتك، يعني جايب المسدس وحطه في وشك عشان انا اللي اسافر؟ انت اللي هتسافر من الدنيا كلها بقى. دولا لا لا، دولا انت هتموتني ولا ايه يا دولا؟ ما يعني هتودي نفسك في 60 ده يا دولا عشان خاطر كلب زي؟ ايوه دي انت عرفت نفسك كلب زيك، بس انت ياما وريتني. لا يا دولا، اللي يعيش يشوف اكتر يا دولا. انا مش ياما سليتك؟ ولا سلتني ولا هباب، انت كفايه لحد كده بقى عليك. ابوس ايدك يا دولا، ابوس ايدك. ابوس، ما تسيبنيش يعني اموت واديك نص ثروتي. ثروتك يا معفن؟ ده انت عندك بيجامه، هتديني البنطلون بتاعها؟ انت كفايه عليك قوي بقى لحد كده. مش عايز اموت، لا مش عايز، عايز اعيش. مع السلامه يا رمزي. عايز اعيش. خفت يا معلم؟ خفت والله. صح صح. لا انا ما بخافش ولا حاجه دولا، بس يعني انا عايز اروح اغير البنطلون عشان شكله اتبل. يا دي يا عبيط يا اهبل، مسدس باين ان هو لعبه، وحاطط البتاع اللي بتتعمل كده اهو. يعني ايه اللي مخوفك؟ ده بتاع تريز ده يالا. ايه ده؟ يا رانيا خلفت؟ يا دي لسه في اول شهر. خلفت امتى يالا؟ ايوه، امال عتريس ده مين يا دولا؟ ابن مين يعني؟ ابني برضو. بس انا عارف، اما قعدت فكرت مع نفسي كده اهو، حسيت برضو ان انا حنيت يالا، حنيت للابوبه. الابوبه؟ دولا هي الابوبه دي يعني غير الانبوبه؟ عشان الانبوبه بس بتاعتنا اتغيرت، عايزين خلصت. لا، الانبوبه دي اللي هي الام والاب مع بعض، ام بوبه. لكن الابوبه ده اللي هو الاب لوحده، يعني اللي هو بيحن بقى ان جاي له ابنه هيربيه وكده. اسره يعني دولا. الحمد لله. الحمد لله. عارف بقى يا رمزي لو جه ولد؟ طبعا يعني هتسميه رمزي. ده نقتله، اخلي امه ما تخلفوش يفضل في بطنها. ايه دولا بس انت، ايه النرفزه دي انا دولا؟ طب انا هريحك يا عم، انت تدوني ها، وانا بقى اخده كده اعلمه واستقيه من صنعتي واشربه. ولا تشربه ولا تاكله ولا ليك دعوه بيه. الواد ده يعني اول ما يشد حلو كده اهو هيجي ان هو يمسك البازار، ومش عايزك بقى خالص يا رمزي. لا انا هستنى لسه لغايه ما يشد حلو، يعني عارف وهو بيحبي، وهو بيحبي كده هو يجي هنا اهو بالمشايه، وهو بالمشايه يمسك البازار. يا اهلا وسهلا بيه في ورث ابوه. ورث؟ موتني يا حيوان. همسكه البازار، مش هستنى حتى لغايه اما يحمي. هجيب صوره بتاعت السونار دي اخليه هو اللي يمسك البازار هنا. هو عايز حاجه؟ لا دولا مش عايز. يعني هو هيشرف امتى؟ هيشرف قريب ان شاء الله، يعني كمان 8 شهور. ياه، هيبقى عنده كام سنه ساعتها دولا؟ هيبقى عنده 20 سنه يا رمزي، وهيبقى مسؤول ويجي يمسك البازار. في ايه؟ ماشي، مفيش. انا مش هنساها دولا. انا شايفك نص على فكره، تخيل. شايفني نص؟ انا خليك ما تشوفنيش خالص. يا سلام. ازاي دولا؟ ده انا عينيا ليك يا رمزي. دولا انا تعميد. يا رب ولد، يا رب ولد، يا رب ولد. ها يا دكتور، ولد ولا ولد؟ هوا. هوا؟ يعني حضرتك شايف انها محتاجه تتزود هوا، ولا مثلا حضرتك حران محتاج هوا؟ يا استاذ، هوا اللي في بطنها يبقى هوا. يعني حضرتك شايف ان ده ممكن يبقى فيه خطوره على الجنين؟ تحب مثلا نخليها تبلع بلوفر؟
معلش يا عادل معلش، بكره تعوضوه ان شاء الله، انتوا لسه صغننين. نعوض ايه، هو جن دخل فينا وهنعوضه بيه اللهجه اللي انت بتكلمي بيها المنتخب القومي ده؟ لا يعني انا مش فاهم فيه ايه يا حماتي، فيه يا دكتور؟ انا قلت لكم بلاش تنقوا 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 النق ده، ما حدش سمع كلامي. يا استاذ الحمل كاذب، الظاهر المدام تقلت في الاكل ولا حاجه. كاذب؟ كذب علينا كلنا حمل كاذب؟ زي كده، انت عندك بنتك ومراتك وامك وحماتك وامك، ارجوك سيب المسدس ارجوك. ايه في ايه يا حماتي، في ايه ده مسدس لعب؟ ياسمين تعالي خدي ياسمين المسدس ده يا حبيبتي. خلاص يابا ده الولاده، انا عايزه عروسه حبيبتي، ابقى اجيب لك عروسه ويبقى معاك المسدس تضربي بيه العروسه. انت اللي هتلعبي لوحدك، العبي بكل اللعب لوحدك يا ياسمين. يا رن زعلانة ولا ايه؟ طبعا زعلانة، زعلانة لاني اول مرة في حياتي جزء مني يكذب علي، وطبعا زعلانة علشان انا مش هعرف اجيب النونو. امال انا اعمل ايه على المصاريف اللي انا صرفتها دي غير المسدس اللي انا اشتريته؟ لان كنت ممكن ارجعه، بس انا اصلي ضربت طلقتين في رمزي يعني، فالراجل كمان اللي بعهولي كاتب يفضل بضاعة المباعة لا ترد ولا تستهبل باين تستبدل. يلا مش اشكال، الحمد لله. يمكن عشان الواحد بس اتبطر عن النعمة في الأول فجات كده يعني ملحوقة يعني. راني عموما أنا كمان اتعلمت درس عمري ما هنساه، اتعلمت إن أنا ما طلعش كل اللي في جعبتي للآخرين. طب رايحة فين دلوقتي مع الآخرين؟ لازم ترتاح. ارتاح؟ أيام الراحة خلاص ولت وانتهت، قد أصبحت امرأة فارغة. أصبحت امرأة فارغة كمان لغة عربية في المواقف دي. فكها يا استاذ رمزي، خلي ربنا يفكها. يا لا رمزي بقى. بص بقى دولا، ما تفكرنيش يعني ان انا هرجع كده بالساهل، لا ده انا شايل لك البازار وشايل لك كل حاجه. يا انا رمزي في ايه؟ انت عايز ايه يا رمزي؟ اتراضى يا دولا، 100 جنيه ما ينقصوش مليم احمر. اه اوفر يعني، لو اديتك 100 جنيه ناقصين المليم الاحمر مع ان ما فيش ملاليم مش هتاخدهم؟ دولا ال 60 جنيه بقى اللي انت هتديهم لي دولا هتديهم لي امتى؟ ماشي يا عم رمزي اقرص عليا. ماشي ال 40 جنيه يا سيدي هديهم لك بالتقسيط كل اسبوع 3 جنيه. لا يا عم انت هتستقرضني، انا عايز دلوقتي 5 جنيه على الترابيزه وبعدين نبقى نقسط الباقي. ها هديك القسط الاول يا عم وسيبك من المقدم، مش اشكال خالص. اتفضل يا سيدي. لاد يا هم 3 جنيه مرضي؟ مرضي يا دولا. يلا قوم هات لنا بيهم بقى سندوتشات. يلا بسرعه. لا يا دولا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.